احنا النهارده داخلين على مرحله هامه جدا للوطن وهامه جدا للمحاماه، وانا شايف انه لما بنبني المحاماه بنساهم في دعم الوطن، لما بنقاوم الارهاب احنا بنكرس المحاماه وبنكرس العداله. يعني احوال العداله في العريش كويسه؟ لا مش كويسه. لا القاضي بيشتغل في العريش ولا المحامي عارف يشتغل في العريش، ليه؟ لانه في ارهاب. لو ما ده ينتهي، لما ده نقاومه وندفعه بالقطع سوف نحقق استقرار. المحاماه لا تزدهر الا في مجتمع سليم، مجتمع صحيح، مجتمع تضبطه كل القواعد وكل الاصول. احنا قضايانا الوطنيه ودعم الدوله المصريه، الدوله المصريه مش رئيس ومش حكومه، الدوله المصريه في الاستقلال والاستقرار ومقاومه الارهاب. وايضا احنا مؤمنين انه اعداء الامه واعداء مصر حتى لو كانوا اصدقاء للحكومه اعدائنا. امريكا عدوة مصر واسرائيل عدوة مصر، واحنا ضد امريكا وضد اسرائيل. ملناش دعوه بالحسابات الرسميه ولا بالبروتوكولات ولا بما تفرضه قواعد الدبلوماسيه، ده كلام مسؤول عنه الدول في دبلوماسياتها في قواعدها في علاقاتها، ده دي بنيه، انما بنيتنا احنا بنيه شعبيه مبنيه على رؤيتنا احنا لما يجري في الوطن من مهام ومن انتصارات. نقابه المحامين هتظل هي الاراده الشعبيه الحقيقيه لتحقيق العدل والحريه والديمقراطيه وسياده القانون. انتم حملت هذه الرايه وانتم قاده هذه الامه. عاشت المحاماه بكم وعشتم لنقابه المحامين وعاشت نقابه المحامين للوطن.